فلا مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية مع زميلة ميرنا إيهاب. تفضلي ميرنا. شكرا لكما إلهام وإيمان، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وبارد ليلا على كافة الأنحاء. أما عن الظواهر الجوية فتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 14، الأسكندرية 23-14، مطروح 21-12، بورسعيد 23-15، والإسماعيلية 34-13. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 13، العريش 35-14، طابة 32-15، وشرم الشيخ 34-17، والغردقة 33-16. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 16، أسوان 37-16، الوادي الجديد 38-13، شلاتين 31-18، وأخيرا حلايب العظمى 29 درجة والصغرى 17. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.